نعمة، يعني مش عارف اقول لك مبروك ولا اقول لك فخورين بيكي، حاجه جميله جدا يا نعمة. يعني ترفع اسم مصر ده، يعني دي اسمى يعني درجات الشرف اللي ممكن ينالها اي رياضي مصري. طيب خلينا نرجع للبدايه، بداياتك فلاش باك، ليه رفع الاثقال؟ هو انا من قريه بسيطه، المحسه المحطه، عندنا في القريه ما فيش غير رفع اثقال وكوره، كره قدم يا رفع الاثقال. تمام. وكان في بنات كبيره بتلعب رفع اثقال، فانا حبيتها، يعني حبيت ان انا اشارك في الرياضه عامه، فما كانش قدامي غيرها. بدات فين؟ بدات تلعبي فين رفع اثقال في قريتك؟ في مركز شباب محسن محط. مركز الشباب. طيب كان في بنات بيلعبوا وانت عجبتك اللعبه دي؟ كان في بنات، فريق كبير كان بيلعب، ففي زمايلي كمان كانوا بيروحوا يلعبوا فخدوني معاهم وكده. طب في حد يعني ملهم او حد سبقك بانجاز في مدينتك في قريتك فانت شفتيه مثل اعلى، ولا انت قلتي انا خلاص انا اخش كده انا وحظي؟ كانوا بيشاركوا في بطولات جمهوريه. جمهوريه؟ جمهوريه. بس محدش حقق انجاز زيك؟ لا، ما هو واحده واحده، جمهوريه بقى وكده. طب مين اول واحد شافك وقال قال لك هتبقي بطله؟ هو الكابتن بتاعي الله يرحمه، كابتن عبد البر حلمي الله يرحمه، هو اول ما شافني قال لي هتكوني بطله ان شاء الله. فاكره ده كان سنه كام؟ انا كنت في عند كان عندي 13 سنه. يا خبر ابيض، ده انت وانت لسه صغيره. 13 سنه؟ صغيره، كان عندي 13 سنه. قال لك يعني ده الكلام ده من 6 سنين، انت عندك دلوقتي 19 سنه، قولي 6 7 سنين كتير. يعني ايه اللي بان في 13 سنه انت تبقى بطله؟ اصراري مثلا. هو انا اصلا كمان كنت مشاركه في اللعبه وانا كنت ضعيفه جامد يعني، بس عشان خاطر كان عندي اصرار في اللعبه. بدنيا كنت ضعيفه؟ بدنيا كنت ضعيفه كده، شوفني مش رافعه اثقال دي وكده يعني. فهو قال لي لا، انت عندك اسرار ان شاء الله هتكوني حاجه كويسه. انا عارفه حسيت ده في ايه، في نظرتك كنت بترفعي البار، في صوره جت في التقرير لو تعيدوها لنا يا جماعه، انا شايف تحدي ونظره يعني هيعيدوها لنا دلوقتي. الصوره اللي هو نعمه بترفعها يا جماعه البار، الصوره الوحيده اللي كانت في التقرير بترفع البار في البطوله تقريبا اللي فاتت دي، وكانت لابسه تيشيرت منتخب مصر الاحمر، بس يعني عندك اصرار وعزيمه. طيب مين اكتر في عيلتك، باباكي مامتك، عنده الاصرار ده؟ هو بابا وماما برضو. ما شاء الله، حبيت بابا. ما شاء الله. وماما دي ماما روحي. لا طبعا طبعا، ست الكل، انا بهزر يعني. احنا ما شاء الله متربيين على الاسرار يعني كلنا. الصوره دي يعني يا جماعه، يعني الصوره دي، بصوا يا جماعه، في اصرار، في عزيمه، البار تقيل وانت عندك غل واصرار عايزه ترفعيه. طبعا اي لاعب رفع اثقال كده لازما